السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي، معكم مستر محمد الصقيلي. إن شاء الله النهاردة هنبدأ الفاينل ريفيجن لسينيور 1. هنتكلم النهاردة ريفيجن كبير كده عن الجيومتري. النهاردة هنعمل ريفيجن عن الجيومتري، هنحل فيه أسئلة كتيرة بإذن الله متنوعة. يا ريت حضرتك تتابع معايا، ولو في أسئلة اكتبها لي على الشات. بسم الله. In the opposite figure بيسأل على الـ A داش. أنت دلوقتي عندك تراينجل او تراينجل دوت فيه 3 او 4 بارال لاينز، فهو طالب منك اللينس اوف اي اي داش، عايز يعرف اللينس اوف اي اي داش. يعني انت عندك هنا دي دي داش ب 48، ام بي ايكوال ام اي ايكوال اي بي ايكوال بي سي ايكوال سي دي، الفور سيجمنتس دول ايكوالز بعض، ده كده 48. فهو طالب منك تجيب اللينس اوف اي اي داش. ازاي اجيب يا جماعه اللينس اوف اي اي داش؟ طبعا حضرتك كنت دارس قبل كده لما يكون عندك تريانجل ولو دي ميد بوينت، فاحنا عندنا الميد سيجمنت او اللاين سيجمنت اللي هي السيجمنت اللي هي ده لو تريانجل اسمه اي بي سي. فانا عارف يا جماعه ان الاكس واي اللي هي اللاين سيجمنت جوينينج بتوين تو ميد بوينت او تو سايدز اوف تريانجل از بارل تو ذا ثيرد سايد اند اتس لينث ايكوال هاف ذا لينث اوف ذا ثيرد سايد. يعني لو السايد ده كان ب 20 هلاقي ان دي ب 10. يعني دايما السايد اللي هو ده اللاين ميد سيجمنت دي بتبقى نص ده. فانت دلوقتي عندك ده ب 48، هيبقى دوت نصه هيبقى 24. طب بالنسبه للتراينجل الثاني دي برضو نفس القصه، هيبقى دوت بكام؟ ايوه هيبقى ده ب 12. طب هو مستر الكلام ده احنا واخدينه في اعدادي، بس هل ده ليه علاقه باللي احنا دي طريقه ممكن انت تحل بيها؟ هل في طريقه ثانيه؟ اه طبعا في طريقه ثانيه، ان انت لو عملت سيميلارتي ما بين التراينجل الصغير دوت اللي هو ام اي اي داش وام دي دي داش، هتلاقي ان الريشيو بتاعت السيميلارتي اللي هي السكيل فاكتور بتاعتك هتبقى 1 تو كام؟ تو 4. هيبقى 1 اوفر 4 ايكوال الاي اي داش اللي انا عايز اجيبها على 48. فانت عايز تجيب الاي اي داش هتعمل 48 تايمز 1 اللي هي 48 ديفايدد باي 4 ايكوالز 12. فانت بطريقه سهله جدا جبت دوت بالسيميلارتي، واستخدمت انا اللي هو البري ريكويرمنت الحاجات اللي احنا درسناها قبل كده ان ده هيطلع ب 48 يبقى ده نصه، وبعد كده رحت جايب ان ده نص برضه. فانا قلت لك طريقتين، استخدم الطريقه الاسهل لك. سؤال تاني يا جماعه بيقول لي ان ذا اوبوزيت فيجر البي دي ده كله ب 14، البي دي ده ب 14. طالما يا جماعه ان انا اما يكون عندي 4 بارال لاينز وفي ترانسفيرسال او تو ترانسفيرسالز كده اللي هو الاكس ال دوت والاي دي، الاكس ال ده اتقسم ل 4 او 3 سيجمنتس ايكوال لينث اكس واي واي زد زد ال، الثلاثه دول قد بعض. اكيد الناحيه الثانيه دولت هيبقوا قد بعض. دي طبعا تاليس سيرم ان هو لو انت رسمت بارال لاينز اند دروينج تو ترانسفيرسال اف ذا ديستنس بتوين ذا سايدز يعني اكس واي قد الاكس زد قد الاكس ال، هلاقي طبعا الاي بي قد البي سي قد السي دي. طب هو بيقول لي ان البي دي يا جماعه البي دي كلها ب 14، يبقى دي ب 7 ودي ب 7 واكيد الاي بي ده كمان ب 7. طيب هو بيسال هو الاي سي بكام؟ الاي سي هيطلع هو كمان ب 14 لان انا عملت 7 بلس 7. طب لو سال على الاي دي هقول له 21 7 تايمز 3. يبقى هو عايز بس يبقى عارف ان انت حضرتك عارف ان انت ما يكون عندك بارال لاينز ورحت انت عامل سيجمنت كده او راين وتقسم ل 3 ايكوال بارتس، فانت لو عملت اي لاين كده او كده هيتقسم هو كمان ل 3 ايكوال بارتس. لو انت رسمت اي لاين كده عمل ترانسفيرسال كاتس اللي هو اللاين بارال لاينز ده، يبقى اكيد ان هم الايه السيجمنتس دي بتبقى ايه نفس المسافه بينها وبين بعض. الشكل اللي قدامي دوت بيقول ان الاي دي بارال للاي اف، الاي دي ده بارال للاي اف بارل للبي سي. ال اي ايكوال 4 ال اي بي ايكوال 6 دي اف ايكوال 2، عايز يعرف السي اف. طبعا احنا عارفين اما يكون في بارل لاينز يبقى اي اي اوفر الدي اف بتبقى ايكوال يا جماعه الاي بي اوفر الاف سي، يبقى AE over EB AE over DF AE over DF equal EB over CF. يعني 4
over 2 equals 6 over CF. To find the length of CF, multiply 2 by 6 is 12, divided by 3, the answer is divided by 4, the answer is A, 3. هلاقي ان CF عندي ب 3. واحد يقول لي مستر طب ما انا لاحظت ان دي 4 ودي نصها، طب يبقى دي 6 يبقى دي نصها. اقول لك تمام، الحاجات دي جميله جدا ان انت بتبقى عارفها بالايه، بمجرد النظر كده. ده شغل ان انت انسان مذاكر ودماغك كويس. لو اتنقلنا لسؤال تاني يا جماعه، برضو انت عندك هنطبق نفس القصه، بس هو هنا مصعبها شويه، عايز نجيب الفاليو اوف اكس بلس الواي. فانا دلوقتي يا جماعه هقدر اشتغل ازاي؟ هعمل ان انا هقول ان 10 اوفر 6، انا هاخد الايه الاطوال ديت، ادي 10 اوفر 6 is equal 15 over x plus 2 is equal to y over 3. طب هل انا دلوقتي اقدر اجيب الاكس والواي ولا ما اعرفش؟ لا طبعا بسهوله جدا هقدر اجيب الاكس والواي. تعال نجيبها مع بعضينا كده. فلو انا عايز اجيب الاكس اعمل 10 times x plus 2 بقت 10x، 10 times 2 is 20 equal 15 times 6، 15 times 6 equal كام يا جماعه؟ equal 90. هودي 20 الناحيه الثانيه بالايه؟ بالاوبوزيت ساين، هتبقى equal 90 minus 20 ومنها ال 10x equal 70 divided by 10 تطلع الاكس بتاعتي ب 7. يعني انا دلوقتي عرفت ان الاكس كده بقت بكام؟ ب 7. طيب هو ناقص اجيب الواي. هستخدم الريشيو ديت مع الريشيو الاخيره، يعني هعمل 10 تايمز 3 اللي هي 30 is equal 6y، ومنها الواي هتبقى ايه؟ 30 divided by 6 equal 5. بقت الاكس ب 7 والواي ب 5، فلو انت عملت 7 plus 5 the answer is will be 12. يبقى انا عملت ايه؟ قلت 10 divided ايه؟ divided 6 او 10 over 6 equal 15 over x plus 2 equal y over 3. طالما ان في بارال لاينز يبقى طاليس قال لك ان انت ان السيجمنتس ديت بتبقى بروبورشنال، يعني 10 اوفر 6 ايكوال 15 كل سايد، كل سايد كده بيبقى على السايد اللي قصاده نفس الريشيو، نفس الريشيو. نتنقل برضو نفس المساله او نفس الافكار كده. انت دلوقتي عندك هنا بيقول لي ان الدي سي ب 3 ودول ايكوال، يبقى البي اي كمان ب 3. خلاص انت كده عايز تقول لي ان دي ب 3، بس هو بيعمل لي كده ده ايكوال ده. اوعى واحد يقول لي دي اكس بلس 1 تبقى دي كمان اكس بلس 1، ولا ايه رايك؟ اكيد يا مستر، يبقى فعلا دي اكس بلس 1. هو عايز ايه؟ هو عايز الفاليو اوف اكس. خلاص انا هشتغل على الترينجل ده، هقول 3 على اكس بلس 1 ايكوالز 8 اوفر 4 اكس ماينس 6. هنعمل كروس مالتيبليكيشن، يعني 3 تايمز 4 اكس ماينس 6 هتبقى ايكوال كام؟ هتبقى ايكوال 8 تايمز اكس بلس 1. 4 تايمز 3 is 12x. 4 تايمز 3x is 12x. 3 تايمز 6 is equal negative 18. 3 تايمز negative 6. 8 تايمز x is 8x. 8 تايمز 1 is 8. هنعمل collect like variables، يبقى 12x minus 8x is equal to 8 plus 18. 12x minus 8x equals 4x. 18 plus 8 equal 26. To find the value of x, divide 26 divided by 4 equal 6.5. يبقى الانسر is 6.5. انا كده جبت الفاليو of x. عملت ايه؟ عملت 3 over x plus 1 equals 8 over 4x minus 6. طب واحد بيقول لي مستر ينفع اعمل 3 على 8 equal x minus 1 او x plus 1 على 4x plus minus 6؟ قلت له هي هي، لان انت حتى عندك. طب ليه عملت كده؟ قال لي عشان مستر ده تراينجل، السيم ده هيستخدمنا اما يكون في تراينجل كده وانا عملت بارل لاينز، فطبعا بيبقى دول بروبورشنال. قلت لك مفيش مشكله. ما احنا برضو عندنا جماعه من اعدادي كنا واخدين في الميدل ان انا من خصائص الايه
من خصائص البروبوشن ان انا ممكن ابدل دول، يعني ممكن اجيب دي. يعني انت لو عندك A على B equal C على D، لو انت عملت A على C هتلاقيها هي نفس الريشيو اوف B على D. يعني انت لو بدلت الاثنين دول، دي طلعت فوق ودي نزلت مكانها، الريشيوز اللي طبعا هتلاقي ان الاي والسي والبي والدي هياخدوا نفس الريشيو. نتنقل للسؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده بنتكلم على البايسيكتور، البايسيكتور اوف انجل انتر انجل. انا دلوقتي يا جماعه عندي بايسيكتور كده زي ما انت حضرتك شايف. البايسيكتور اللي قدامي ده هو طالب مني ايه بقى؟ هو طالب مني ان انا اعرف البي دي بكام. هو بيسال هنا عن لينث اوف بي دي، البي دي ايكوال كام. طبعا انت عارف انا قلت لك قبل كده بفكر فيها ازاي. قلت لك لو انت عندك في تراينجل اسمه اي بي سي كده وفي بايسيكتور اسمه اي دي، فانت حضرتك بتيجي تكتب الريشيو بتاعتك ازاي؟ حد فاكر؟ قلنا ان انا لو قلت الاي بي على الاي سي، اي بي اوفر الاي سي از ايكوال، انت بدات من الاي هيبقى ايكوال دي بي اوفر دي سي. طالما انت بدات من الاي كده، بدات من الاي رحت على البي، يبقى هتبدا هنا من الدي تروح على البي، يبقى اي بي اوفر الاي سي ايكوال دي بي على الدي سي. الاي بي بكام يا حبايبي؟ الاي بي ايكوالز 8، اي سي از ايكوال تو 6. البي دي يا مستر مش عندي ولا الدي سي. يا سلام، يعني دي مش عندك ودي مش عندي. ايوه يا مستر. طب ايه رايك لو احنا عملنا ديفايدد باي 2؟ هتبقى هنا 4 وهنا 3، مش هيحصل حاجه. برضو ما انا مش عندي حاجه، يعني الدي بي ديت يا مستر ممكن تبقى 4 ودي بي 3. قلت لك ازاي؟ ده هو بيقول لك دي كلها ب 9. طب ما انا اعمل ايه؟ طب يا مستر دلوقتي هقول لحضرتك حاجه، طالما ان هو مديني ريشيو فدي طبعا هتبقى 4x ودي هتبقى 3x. طب انا اجيب الاكس منين؟ طب ما انا عارف ان السم بتاعهم 9، يعني 3x بلس 4x يعني 7x ايكوال تو 9، ومنها ان ال 9 تعتبر الاكس ايكوال 9 اوفر 7. تمام، يعني انا اقدر اجيب كده ايه الفور، اجيب البي دي. قلت له ايوه البي دي هتبقى ايكوال 4 مالتبلايد باي 9 اوفر 7 يعني 36 اوفر 7. وانت طبعا عارف ان 5 تايمز 7 ب 35 والريميندر 1 يعني 5 و 1 اوفر 7. لو انت حتى على الكالكوليتر بتاعك عملت شيفت اي اس دي هيجيب لك الايه الفراكشن بتاعك بيكتبه از ميكسد. لو انت عايز تكتب الفراكشن على شكل ميكسد فهو بيعملها لك، انت بتعمل شيفت اس دي هتبقى 5 1 اوفر 7. طب لو عايز اجيب السي دي ممكن تجيبها بطريقتين، يا اما تعمل 3 تايمز 9 اوفر 7 يعني 27 اوفر 7، يبقى تطلع ب 3 و 6 اوفر 7. او ممكن اعمل 9 ماينس 5 1 اوفر 7 هيطلع 3 برضه 6 اوفر 7. قدامك طريقتين تجيب ده وتجيب ده. طب افرض هو طالب مني اللينس اوف اي دي، حد فاكر كنت اجيبه ازاي؟ اللينس اوف اي دي دوت اللي هو البايسيكتور ده هجيبه ازاي؟ القانون بتاعي لو انت عايز تجيب اللينس اوف اي دي مالتبلاي اي بي باي اي سي ماينس بي دي تايمز الدي سي وتعمل سكوير روت للانسر. يبقى انت لو انت عايز تعرف اللينس بتاع الاي دي دوت هتعمل حضرتك 6 تايمز 8 او 8 تايمز 6 ماينس 5 1 اوفر 7 تايمز 3 و 6 اوفر 7 وتشوف الانسر بتاعك هيطلع اللينس اوف اي دي. انا براجع معاك فلازم اجيب لك شكل الاسئله كتير، فيا ريت حضرتك تركز معايا في الريفيجن دوت. لو اتنقلنا لسؤال تاني يا حبايبي، بيسال على دوت بيقول لك ان الاي دي ده اكستيريور بايسيكتور. طالما ان الاي دي ده اكستيريور بايسيكتور، ده كده واضح ان هو اكستيريور بايسيكتور. يعني ايه اكستيريور بايسيكتور؟ يعني انت عندك تراينجل اسمه اي بي سي وفي انجل بره اللي هي تعتبر سبلمنتري للانجل ايه، فالانجل اللي بره التراينجل دي اسمها اكستيريور انجل، فده قسمها نصين فده يعتبر اكستيريور بايسيكتور. فالتراينجل بتاعي اللي هو اي بي سي كده اهو، ورحت انت برضو عندك الاي دي هو نفس الكلام اكستيريور بايسيكتور، فهستخدم برضو الريشيو بتاعتي زي ما انا علمتك. هتقول اي بي على الاي سي از ايكوال تو دي بي اوفر الدي سي. تمام، اي بي ب 8
AC 4 BD ما اعرفهاش ولا الدي سي، فانا هسمي الدي سي دي هسميها اكس، هيبقى البي دي كلها هتبقى اكس بلس 7. طب هو ينفع اكتبها بي دي وقت دي سي واكتب فوق دي سي بلس 7؟ مش هتفرق، الاثنين واحد، بس انا بعملها لك كده عشان يبقى شكلها ازرق. هتعمل كروس مالتيبليكيشن 8 تايمز اكس از 8 اكس، هعمل 4 تايمز اكس ايكوال 4 اكس، 4 تايمز 7 ب 28. هودي ال 4 اكس الناحيه الثانيه يبقى 8 اكس ماينس 4 اكس ايكوالز 28. 8 اكس ماينس 4 اكس از 4 اكس، 4 اكس ايكوال 28، منها ان الاكس بتاعتي هتطلع ب 28 ديفايدد باي 4 تبقى الاكس ايكوال تو 7. هو بيسال على مين؟ بيسال ال 7 هي مستر. لا يا حبيبي ركز، هو طالب منك الدي سي ولا طالب منك الدي بي كلها؟ طالب مني الدي بي كلها، فدي ب 7 ودي ب 7، يبقى كل ديت بكام؟ تبقى دي كلها على بعضها ب 14. لو اتنقلنا لسؤال تاني، in the opposite figure ده interior bisector وده exterior bisector، وانت عارف ان الانتيريور bisector والاكستيريور bisector بيبقوا هما الاثنين مالهم؟ بيبقوا perpendicular. طب ليه؟ عشان انا عندي الانجل دي كلها كده ب 180، فانا قسمتها 2 ستار كده و2 اكس، فهيبقى عندك 2 اكس و2 ستار هيبقوا الاربعه ب 180، يعني 2 اكس بلس 2 ستار كده هيبقوا بالاربعه كده ب 180. فلو خدت ده وعملت ديفايدد 2 هيبقى الاكس بلس الستار دول هيبقوا ب 90. طب هو عايز ايه؟ عايز مني الدي اي. طيب اول حاجه يا جماعه، تعالى نطبق نفس السيرم اللي احنا قلنا عليها. لو اتكلمنا على الانتيريور باي سيكتور هيبقى اي بي على اي سي، يعني 14 اوفر 10 از ايكوال تو دي بي على السي دي، هسمي دي اكس واسمي الجزء الثاني 12 ماينس اكس، عشان دي كلها ب 12 يبقى دي 12 ماينس اكس، فانا هقول اكس وهنا 12 ماينس اكس. هعمل كروس مالتيبليكيشن هيبقى 10 اكس ايكوال 12 تايمز 14. طبعا انت ممكن كنت تصغرها شويه، تصغر الفراكشن، المهم يعني هتطلع 168 ماينس 14 اكس. هودي ال 14 اكس هناك بالبلس، هتبقى 14 بلس 10 يعني 24 اكس از ايكوال 168. فلو انا عملت 168 ديفايدد باي 24 هلاقي ان السي دي او الاكس بتاعتي دي هتبقى ب 7، هتبقى الحته دي ب 7 والحته دي هتبقى بكام؟ هتبقى ب 5. نتاكد بس انا عامل صح، احنا هنا لخبطنا بس يا جماعه. المفروض ان انا سوري، ان انا المفروض كنت انا الحته المهمه اللي انا عايزك توضحها اوضحها لك. طالما انت بادئ كاتب هنا اكس بلس، بدات بال 14 انا عشان كتبت الرول على ما كتبتش الرول، فانت لازم حضرتك تاخد بالك وانت بتحل، هل انت هتكتب الرول الاول؟ لازم اكتب الرول الاول، يعني اي بي على الاي سي، اي بي اوفر الاي سي هيبقى ايكوال البي دي اوفر الدي سي، فالبي دي عندي اللي هي ب 12 ماينس اكس والدي سي اللي هي باكس، فلو عملت كروس هيبقى 14 اكس equals 120x 120 minus 10x. هودي دي هناك هيبقى 24x equal 120. لو انت عملت 120 divided by 24 هتطلع معاك ان الـ x ب 5، يبقى احنا دلوقتي الـ x ب 5 سوري والحته دي ب 7. طب انا كنت مستر ما هي 5 و7 و7 و5، قلت لك ما هي بص لو انت عملت 10 over 14 هتبقى 5 على 7، يبقى لازم الريشيو دي برضو تبقى 5 to 7. والريشيو بتاعت الاكستيريور باي سيكتور اللي هو اي اي ده هيبقى برضو اي بي على اي سي ايكوال اي بي على اي سي. طب يا مستر الاي بي على الاي سي احنا لسه عارفين ان هي ب 7 على 5، طب الاي بي الاي بي ده كله ما اعرفوش، هسمي ده جزء ده واي، هيبقى الاي بي كله اللي هو واي بلس 12
على الاي سي اللي هي الواي. هعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى 7y ايكوال 5y بلس 60، منها ان 2y ايكوال 60 يبقى الواي ب 30. يعني الواي دي كده ب 30، هو بيسال على الحته دي كلها على بعضها هتبقى ب 30 كام؟ هتبقى ب 35. هو بيسال على الاي دي هتبقى ب 35. هنا مساله جميله طبعا، لان هو استخدم مع حضرتك هنا الانتيريور والاكستيريور بايسكتور. طيب نشوف يا جماعه اللي بعدها. In the opposite figure measure of angle if M is the center of a circle، يعني السيركل M ديت، M is a circle، وعمل هنا AE cuts the circle at D and E، AC cuts the circle at B and C، ED equal AD equal DC. فهو طالب مني measure of angle X، او طالب مني X دي equal كام بالدجري. طبعا الكلام ده بيرجعني لشغل تالتة اعدادي اللي هو السنة اللي فاتت. انت حضرتك عارف ان الانجل دي الارك ده كده ب 160، ودي اسمها inscribed angle. فالinscribed angle ديت الميجر بتاعها بيبقى equal half the central angle و half of measure of the arc. measure of this arc 160، يبقى الانجل دي اكيد ب 160. طب دي ب 160، فانا ممكن اجيب اللي جنبها تطلع ب 20، ويبقوا الاثنين دول ب 160، او انا عارف ان الاكستيريور انجل بتبقى ايكوال الاثنين دول مع بعض. طب ده ايسوسيلس تراينجل. يعني ايه ايسوسيلس تراينجل؟ يعني لو دي ب 2x يبقى دي كمان ب 2x. يعني ال 4x دولت هيطلعوا ب 160، لان انت عندك الاكستيريور انجل في الاكستيريور انجل بصفه عامه بتبقى ايكوال الاثنين دول، وهم طالما ان هم الاثنين قد بعض يعني السي والاي ايكوال 160، يعني تطلع الاكس الواحده ب 40. يبقى انا كده جبت الفاليو اوف اكس. يبقى انا دلوقتي عرفت ان ده عشان ده ارك الميجر بتاعه 160، فالانسكرايبد انجل اللي قدامه بتبقى قده، بتبقى سوري الاكستيريور انجل اللي قصاده بتبقى ب 60. انا جيت قلت لك اما جينا حسبناها دي كده في حاله اما تكون دي ب 160 انا جبت السنترال انجل، لكن اما تكون دي كده كلها على بعضها ب 160 يبقى الانجل دي ب 80. طالما ان الانجل دي ب 80 دي كده ب 80 يبقى ال 4x ب 80 يبقى الاكس الواحده ب 20 يبقى الفاليو اوف اكس از ايكوال تو 20. يبقى انا كده جبت الفاليو اوف اكس از ايكوال تو 20. احنا الكلام ده لو هو كان مديني السنترال انجل، انا لو كان الشكل كان بالمنظر ده كده انا حليتها على انه الشكل جايبهولي ان ديت ان الشكل ده كده، لو هو نفس الرسمه عملها لك كده وقال لك دي 2 اكس بس انا دلوقتي دي ب 160، هيبقى دي يا جماعه هي اللي ب 160، هتبقى دي 2x، ال 4x هيبقى زي ما احنا كنا عاملين في الاول. لكن هو طالما بيتكلم على inscribed angle دي يبقى half measure of the arc، يبقى الميجر بتاعها ب 80، دي ب 80 يبقى دي ب 40 ودي 40، يبقى كل x من عندنا ب 20. السؤال اللي بعد كده هو طالب مني الميجر اوف انجل x. انت عارف طبعا ان دي سيركل كامله وان السيركل ده الميجر بتاعها كله 360، فلو ده ب 120 يبقى الجزء اللي فاضل من السيركل 360 ماينس 120 اللي هي تطلع بكام؟ هتطلع ب 240. طب انا عايز اجيب ميجر اوف انجل اكس، فانت عارف ان ميجر اوف انجل اكس ايكوال هاف او ايكوال ميجر اوف ارك اللي هو الميجر ارك اللي هو البي سي ماينس الماينر ارك اللي هو البي سي الصغير، ده كده البيج وده السمول. فانت هتعمل كل ده divided by 2، فلو عملت 240 minus 120 divided by 2 هيطلع 120 divided by 2 equal 60. يبقى الانجل اكس دي هتطلع بكام؟ هتطلع ب 60. ما فيش واحد يقول له مستر ما هي شكلها باينه ان هي acute، يبقى خلاص يبقى ب 60، الباقي ده كده obtuse ودي straight. الاختيارات ماشي، ممكن هو يديك اختيارات مش معقوله وممكن يديك اختيارات يديك 60 و70 و50، فانت ما تعتمدش على الاختيارات على طول، الاختيارات دي تتاكد من حلك. انا دلوقتي القاعده اللي انا استفدتها ان انا ما يكون عندي كده
ده two tangent intersect at a point outside a circle. يبقى انا لو عارف ان ده مثلا ب 100 هيبقى اللي بره ب 260. عشان اجيب الانجل ديت هعمل subtracted two arcs divided by two، يطلع لك على طول الانجل اللي موجوده عندك بره. In the opposite figure، الشكل اللي قدامي ده حبايبي عايز يعرف الانجل اكس. زي ما احنا اتعلمنا ان احنا لو دلوقتي احنا برضو عندنا من الرولز، لو انا عندي سيركل كده ورحت انا عامل تو اركس، رحت انا عامل تو سيجمنت كده اتقابلوا بره السيركل، لو عايز اجيب انجل اكس هعمل ده ماينس ده ديفايدد تو زي اللي فاتت، بس اللي فاتت كانت بالتانجنت. يعني لو ده مثلا ب 100 ودي ب 40 فهعمل 100 ماينس 40 ديفايدد باي 2 تطلع دي بكام؟ ب 30. طب لو هما تو كوردس انترسكت انسايد ذا سيركل عايز اعرف الاكس، بتعمل بقى الاثنين دول بلس، تاخد الاركين اللي قصادها تعملهم بلس، يعني هتعمل 100 بلس 60 واللي يطلع تعمله ديفايدد باي 2. 100 بلس 60 هيطلع 160 ديفايدد باي 2 يطلع الاكس ايكوال تو 80. يبقى الاكس هنا ب 80، يعني دي ب 80 ودي كمان ب 80. طب يا مستر اعرف اجيب الانجل دي ولا لا؟ قلت له طبعا يا حبيبي دي ستريت انجل كده، يعني الاثنين دول سبلمنتري، يعني دي هتبقى ب 100 ودي هتبقى ب 100. يعني هو طبعا انا ممكن كده عرفت ان دي كده ب 100 ودي ب 80 ودي 80 ودي 100. يبقى حضرتك الملخص بتاعنا الثلاث حالات، الحاله الاولى لما يكون الكوردس انترسكت انسايد ا سيركل باخد الاركين ديفايدد ايه 2، بتاخد السام اوف ذا تو اركس ديفايدد باي 2. لو انت عندك هما الاثنين اتقابلوا اوتسايد ذا سيركل بتاخد الديفرنس ما بين التو اركس ديفايدد باي 2. لو انت عندك تو تانجنت او تانجنت واحد حتى فعايز تجيب الانجل دي، لو تانجنت واحد هاخد الارك ده ماينس الارك ده ديفايدد باي 2. لو هو تو تانجنت زي المساله اللي فاتت بعمل ايه؟ باخد الارك ده ماينس ده ديفايدد باي 2. وطبعا الفكره ان الاثنين دول كلهم على بعض ب 360، لو اداني واحد هعرف اجيب الثاني بسهوله. هنا زي برضه هنا واحده بيسال على الاكس، المره دي بقى هو طالب منك اللينس اوف ارك، الميجر اوف ذيس ارك، ميجر اوف ارك اي سي، عايز يعرفها بكام؟ طبعا انا همشي معاك بالستبس وهقول لك طريقه مختصره عشان لو انت عندك في التشويسز ما تضيعش وقتك. عايز تحلها بالستبس هتقول لي ان ميجر اوف انجل A ايكوال x ماينس 30 ديفايدد باي 2، يعني كل دوت اللي هو x ماينس 30 ديفايدد باي 2 هيطلع ب 28. فعشان تجيب الاكس هتعمل 28 تايمز 2، هعمل 28 تايمز 2 هيطلع معايا 56، وماينس 30 دي تروح الناحيه الثانيه بالبلس، تبقى الاكس بتاعتك بكام؟ تروح بالبلس تبقى 86، يبقى الانسر از 86. طب يا مستر ينفع مثلا ان انا اعمل يعني اعمل دي تايمز 2 واعمل بلس 30؟ قلت لك اه، يعني دي تايمز 2 وتعمل بلس 30 خلاص هيطلع الناتج على طول هنا. لو انت عايز تجيب الارك ده هتعمل تايمز 2 وبعد كده تعمل بلس ايه 30، تمام يا حبيبي؟ طب افرض انا عايز اجيب الارك اللي هنا هعمل دي تايمز 2 بس هعمل بقى اكس ماينس ده. هنشوف برضو افكار كتير على الكلام ده. هنا برضو ده مديها لي كلها اكسات، هنا مديني 3 اكس بلس 25 وهنا 2 اكس ماينس 20 والانجل اللي بره دي ب 45. طب اتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ لازم اتعامل مع الموضوع دوت زي ما احنا متفقين يا حبايبي. هنعمل ايه؟ هنعمل الارك اللي هو الدي بي ماينس السي بي، يعني هعمل المفروض ميجر اوف ارك هو الدي بي ماينس ميجر اوف ارك اللي هو الدي سي البي سي اوفر 2، ده هيطلع لي الانجل اللي هي انجل A. فلو انا عملت الارك ده اللي هو 3x بلس 25 والارك الثاني اللي هو 2x ماينس 20 ديفايدد باي 2 لازم ده يطلع ب 45. طيب 3x بلس 2x يعني 5x، 25 ماينس 20 از 5، وممكن اعمل تايمز 2 عشان اخلص من ال 2 ديت، هتبقى 45 تايمز 2 ايكوال 90. عايز اجيب الاكس بقى نعمل ايه؟ هودي ال 5 الناحية التانية بالماينس هتبقى 90 ماينس 5 تطلع ب 85. 5x ايكوال 85. عشان اجيب الاكس
هعمل ايه؟ هعمل 85 divided by 5، هتطلع الاكس بكام؟ تطلع الاكس ب 17. يبقى انا هنا بس في غلطه مستر، انت هنا المفروض دي هتبقى بلس، عشان هنا هنا انا ما عملت هنا ده بلس، هيبقى ايه؟ انت ما تدخل الماينس على ديت، لازم تغير الساين دي، تخلي دي 20. 25 بلس 20 هتبقى 45، دي هتروح تبقى 45 90 ماينس 45 تطلع 45. 45 divided by 5 equal 9. يبقى نقول تاني يا جماعه احنا عملنا، هنقول تاني، هنقول 3x بلس 25 ماينس 2x بلس 20 اوفر 2 ايكوال 45. 3x ماينس 2x از x بلس 45 ايكوال 90. هودي ال 45 في الناحيه الثانيه، تبقى الاكس x ايكوال 245، يبقى الانسر از 45. هنا احنا بس عملنا دي بلس، المفروض تبقى ماينس، احنا لخبطنا في الاشارات. السؤال اللي بعد كده عايز اتكلم على الباور اوف بوينت. لو انا عندي بوينت كده اسمها A وهو طالب مني يا جماعه الباور اوف ذيس بوينت، وات ذا مينينج اوف باور اوف بوينت؟ يعني البوينت ديت بيبقى ليها ثلاث حالات. لو انت عندك سيركل كده، في بوينت بره السيركل، في بوينت موجوده على السيركل، في بوينت موجوده انسايد ذا سيركل. فلو انت عندك الاي هنا بره غير البي اللي على السيركل غير السي اللي جوه السيركل، النقطه دي اسمها ام. فانت لو عايز تجيب باور اوف بوينت اي ويز ريسبكت تو سيركل ام، لو عايز تجيب الباور اوف بوينت بي ويز ريسبكت تو سيركل ام، لو عايز تجيب الباور اوف بوينت سي ويز ريسبكت تو سيركل ام، هيبقى عندك القانون العام اللي هو الباور اوف بوينت بيبقى ام اي او ام بي او ام سي ماينس الار باور 2. ام اي باور 2 ماينس الار باور 2. انت عندك ثلاث حالات، ممكن الباور ده يكون بوزيتيف، تبقى البوينت موجوده بره السيركل او اوتسايد ذا سيركل. طب افرض الباور بوينت بزيرو، يبقى البوينت اون ذا سيركل. طب يا جماعه لو الباور هيطلع بالنيجاتيف، يبقى البوينت فين؟ تبقى انسايد ذا سيركل زي السي كده. طب الباور اوف بوينت اللي هو الام اي اللي هي دي كلها، يعني 4 ولا 5 كلها يا حبيبي؟ 4 بلس 5 يعني 9 باور 2 ماينس الراديوس اللي هو ال 5 باور 2 يعني 81 ماينس 25 هيطلع طبعا 56. يبقى الباور اوف بوينت ايكوال ايه؟ ايكوال ام اي الباور اوف بوينت اي ويز ريسبكت تو سيركل ام ايكوال ام اي باور 2 ماينس راديوس باور 2. من فضل حضرتك ورقه صغيره واكتب فيها الرولز ديت عشان حضرتك ما تنساش. نشوف السؤال اللي بعد كده حبايبي. If B is a point on the plane of the circle، في بوينت كده اسمها B موجودة على السيركل، فين مكانها ما نعرفش، الـ BM الباور بتاعها بـ 8 and the radius of the circle M is 30. طالما إن بص بقى كده، أنت عندك الـ radius ده كله بـ 30، وفي بوينت جوه السيركل اسمها B والمسافة ما بينها وما بين السنتر از 8، البي ام ده ب 8. فأنا عارف إن القانون بتاعي ام بي باور 2 ماينس الار باور 2. وأنا قايل لحضرتك طالما البوينت جوه السيركل يبقى هي هتبقى نيجاتيف، يعني الاثنين دول كده مستبعدين. فهيبقى هنا كام؟ يعني 8 باور 2 ماينس 30 باور 2. 8 باور 2 يعني 64. ماينس 900 هيطلع نيجاتيف 836. يبقى الاجابه بتاعتي اللي هي سي. اتعلمنا ان الباور اوف بوينت ممكن يكون بوزيتيف لو البوينت فين؟ لو البوينت اوتسايد ذا سيركل. الباور اوف بوينت بيبقى نيجاتيف لو البوينت انسايد ذا سيركل. الباور اوف بوينت از ايكوال تو زيرو لو البوينت على السيركل. نشوف السؤال اللي بعد كده. انا عندي هنا الباور اوف بوينت ام، الباور اوف بوينت اي ويز ريسبكت تو سيركل ام، عايز اجيب الباور بتاع البوينت دي. طب عشان اجيب الباور البوينت اي المفروض ان انا بستخدم القانون بتاعي اللي هو ايه؟ اللي هو
CE AC times ED. طب انا ما عنديش يا مستر الاي دي، ما عنديش الحته دي. طب تعالى ناخد واحده تانية، نقول الاي اي تايمز الاي بي. طب ما انا برضو ما عنديش الجزء ده يعني، بس هما الاثنين قد بعض. قلت لك ايوه هما الاثنين زي بعض، يعني لو سميت دي اكس وهسمي دي اكس هلاقي ان 5 تايمز اكس بلس 5 هتبقى equal to x times x plus 7.25. لاحظ ان الموضوع متحول كده كأنه الجبرا ماشي، هيبقى 5 times x is 5x، 5 times 5 is 25، x times x is x power 2، هدخل دي جوه هتبقى plus 7.25x، هخليهم كلهم في سايد واحد تبقى اكس باور 2 ماينس 2.25 اكس ماينس 25 از ايكوال تو 0. جت منين دي يا مستر؟ عملت ال 7.25 ماينس ال 5 هيطلع 2.25. طب هل انا احلها ازاي؟ اعمل تايمز 100 بقى وكده، ولا ممكن اعملها بالكالكوليتر ان انا اعمل ايه؟ مود 5 3 نحلها كانها ايكويشن. طبعا انت من حقك ان انت تستخدم الكالكوليتر لان ده برضو يعتبر من الايه، العلم ان انت بتستخدم الكالكوليتر. هيطلع ب 25 على 4 او 25 اوفر 4، دي كده الاكس، او كام؟ او نيجاتيف 4. فطبعا ما تنفعش الاكس تبقى بنيجاتيف 4، يعني انت لو عملتها تايمز 100 هتطلع، المهم هتبقى 25 اوفر 4. لو انت عملتها تايمز 100 هتبقى 100 اكس باور 2 ماينس 225 اكس ماينس 2500. بعد كده من حقك تعمل كله ديفايد 25، هيبقى هنا 4 اكس باور 2 ماينس 5 اكس ماينس 100 از ايكوال تو 0، وعملت فاكتورايزيشن. المهم طلعت ان الاكس هنا عندي ايه؟ هيبقى 4 اكس واكس و 25 و 4. هلاقي ان الاكس يا اما الاكس بكام؟ ب 25 اهو، هنا هيبقى 25 وهنا 16 هيبقى 25 و 4. المهم دلوقتي عرفت ان الاكس بكام؟ ب 25 على 4. الحته دي هو بيسال بقى على الباور اوف بوينت، هعمل بقى ايه؟ هعمل هسمي دي كده 25 على 4 اللي هي كام؟ 25 على 4 25 over 4 is equal to 25 على 4 هيبقى عندي ب 6.25. في الحته دي كده ب 6.25، ده كله هيبقى 11.25، هيبقى 5 times 11.25 هو دوت كده هيبقى الباور بتاع البوينت بتاعتي. يبقى انا اقدر اجيبها عن طريق الباور اوف بوينت. تمام يا جماعه؟ لو احنا عندنا سؤال هنا بيقول power of point with respect to circle is equal to negative 600. If the power of point with respect to circle M equal negative 625, the distance between the two circle and the circle and the center, the point and the center of the circle is equal 15. يعني انا دلوقتي عندي the distance and the center of the circle، المسافة ما بين النقطة والسيركل كده بكام؟ ب 15. فهو عايز يعرف الراديوس بتاعنا بكام. فاحنا عارفين ان الباور بتاع البوينت اللي هو ده 600 نيجاتيف 625 ايكوال مين يا جماعه؟ ايكوال ام اي باور 2، يعني 15 باور 2 ماينس الراديوس باور 2. فلو عايز اجيب الراديوس باور 2 هعمل 15 باور 2 بلس 625 باور 2 يعني 225 بلس 625 هيطلع ب 850، هاخد سكوير روت لل 850 هيطلع الناتج 5 روت 34. يبقى انت كده جبت حضرتك الايه؟ الراديوس بتاع السيركل بيبقى 5 روت 34. نشوف السؤال اللي بعد كده يا حبايبي. هنا بيقول لي الباور اوف باور بوينت سي ويز ريسبكت تو سيركل ام ماينس الباور اوف بوينت سي ويز ريسبكت تو ذا سيركل ام.
تفتكر ده هيطلع نيجاتيف كوانتيتي ولا بوزيتيف كوانتيتي، ولا هيطلع بزيرو، ولا كانوت بي ديترمين؟ يعني ما اعرفش، يعني اعرف احدده ولا لا؟ طيب نفكر كده يا جماعه. انت طبعا عارف ان الباوربوينت هنا اول حاجه حضرتك انت عندك ده كده، انت تعرف تحدد الباوربوينت سي هنا ويز ريسبكت سيركل ام، والباوربوينت ده ويز ريسبكت سيركل ام ولا لا؟ واحد هيقول لي هيبقى هنا سي ام باور 2 ماينس الار باور 2، سي ام باور 2 ماينس الار باور 2، يعني هيديني مين؟ هيديني الحته اللي هي اسمها سي دي. طب وهنا يا جماعه هيبقى سي ان باور 2 ماينس الايه الار باور 2 الثاني، هيديني الحته اللي هي ديت. طب يا ترى الحتتين دول قد بعض، ولا الحتتين دول اكبر من واحده اكبر من الثانيه، ولا ايه راي حضرتك؟ تفتكر ايه؟ طبعا هنا ان انت عندك اما يكون عندك الباور بوينت هنا، طبعا انا عايز افهمك بس الحته دي كويس. انت عندك دوت كده يعتبر الهايبوتنس وده الراديوس، فانت عشان تجيب الحته ديت هتعمل طبعا الايه دوت ده باور 2 ماينس ده باور 2 هيديني المسافه دي، ونفس الكلام ده باور 2 ماينس ده باور 2 هيديني المسافه ديت. فهل انا اعرف احدده ولا ما اعرفش؟ طبعا هو واضح ان هما الاثنين ايه، طبعا ان هما الاثنين كده بيبقوا ايه ايكوال. نشوف السؤال اللي بعد كده بيسال على الاي بي. انا لو عندي الاي بي ده يا جماعه هنقول ان الاي بي باور 2 ايكوال وات؟ ايكوال الاي دي تايمز الاي اف، والاي دي تايمز الاي اف ايكوال برضو الاي سي تايمز الاي اي. طب انا خلاص ممكن الخطوه دي استغنى عنها، فانا هقول ان الاي بي باور 2 ايكوال الاي سي اللي هو ب 3 تايمز الاي اي كله اللي هو ب 12، 3 تايمز 12 ب 36، منها ان الاي بي هيطلع بكام يا حبايبي؟ هيطلع ب 6. شوف السؤال دوت بيسال هنا بيقول لي الاكس والواي، عايز يعرف الاكس بكام والواي بكام. ده سؤال جميل ومحترم. طبعا انت عارف ان الاكس بلس الواي هيبقوا بكام؟ انا عندي يا مستر دي كلها سيركل، فالاكس بلس الواي دول سيمي سيركل، يعني دي ب 180. طب ولو انا عملت، يعني انا لو قلت الواي بلس الاكس هيطلع ب 180. طب انا لو عايز اجيب ايه، عايز اجيب الانجل الاي، كنت بعمل واي ماينس الاكس اوفر 2 هيطلع ب 20. يعني واي ماينس الاكس هيطلع بكام يا حبيبي؟ واي ماينس الاكس هيطلع ب 40. باي ادنج دي بقت سيميلتينيوس، يعني 2 واي هيبقى ب 220، هعمل ديفايدد 2 تطلع الواي ب 110. طب الواي ب 110 تبقى الاكس بكام؟ تبقى الاكس ب 70. يبقى انت جبت دلوقتي الاكس والواي هتبقى 70 اند 110. اتمنى ان احنا نكون يعني وصلنا قدر كبير من الاسئله. في مجموعه كبيره ثانيه من الاسئله انا برضو بعملها لك كده عشان تشوفها المره الجايه ان شاء الله، مع تمنياتنا بالنجاح المستمر والتوفيق. معاكم مستر محمد السقيري، كليه النصر، فيكتوريا، اسكندريه. مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق، اداره العامه للتعليم الالكتروني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.